أطلع جاية كمان شوية. وده كمان يا حلوة، أصل احتمال جوزها هيجي معاها. جوز مين؟ جوز أمك. اللهم طولك يا روح. وده كمان، أصل خالتي بتحب تبرطع رجليها وهي نايمة. هو في إيه بالظبط؟ أنا عايزة أفهم. كان في وخلص، تحبي أجيب لك معايا وأنا جاية؟ لا يا حبيبتي، كافي نفسك الأول وغوري من طريقي. لا 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 لا، بلاش العوق ده معايا يا حلوة. العوق لغاية دلوقتي يا حبيبتي بتسمعيه من بقي، بعد كده هتسمعيه من بقي والشبشب اللي في رجلي. أنا كده خفت يا نسوان، حد يجيب لي طاسة الخضة. لا ده أنت عايزة تتربي يا حبيبتي. عشان أعلمك بقى الأدب من أولها وأنت داخلة عليا. بصراحة بصراحة يا حضرة الصول، البت دي هي اللي جرت شكلها. يا شيخة حرام عليكي، وكمان هي اللي عورت نفسها وقالت لهم أنا حرمي بلايا عليه. كذب والله العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل. بقى هي كده من أولها كدابة يا نصابة. والله العظيم بيكذبوا عليكي. أنا هوريكي أمي معايا. ما تستني يا ولادي كمان الله. استنى، أيوة يقولوا عليكي ساعة بلا ولادي. يا شيخة حرام عليكم. اطلعي بره، حرام عليكم. يلا برا. ايه رايك فيا يا ابله؟ شاطره يا بنت. تربيتك يا روحي. وانا مش قلت لي غطي وشك وشعرك؟ هو ايه هو ده؟ ما الحريم كلهم كاشفين وشهم، وهو مش معنى انا يعني. دول اهل وعشيره في بعض، انت غريبه عنهم، وبعدين دلوقتي بقيتي مرات عجوه، يعني ما ينفعش الناس تاكل وشي وتقول انك كاشفه شعرك ووشك. طب خلاص خلاص بلاش نكد بقى. محلاكي عروسه لزينه العرسان، مبروك يا بنيتي. حبيبتي يا حماتي، يا ام لسان زي العسل وقلب طيب انتي، ربنا يخليكي ليا. حبيبتي حبيبتي والله حبيبتي. هو كيف ما حد جاء من اهل العروسه لعند الحين؟ اهلها كلهم ماتوا في حادثه على الطريق الزراعي. وش اقول؟ انا سمعت ان عجوه بيقول ان عمارتهم وقعت وماتوا تحت الامجاد. ها؟ لا دول اهلها التانيين. اصل هي كانت دايما تتنقل من بيت ابوها لبيت خالتها. بس بصراحه بنت جميله قوي، عجوه عرف ينقي. ها؟ انت هتقول لي ده انا مجرب. بتقول وش؟ بقول معرفه، اصل هي واخده حلاوه امها. وعلى فكره بقى انا اعرف اهلها كويس. اللي ماتوا؟ اللي تنيلوا. قوم نرقص للعريس بقى انت وهو.
سيبك انت، انت كنت احلى عروسه، احلى واحده شفتها في الواحه. انا ما كنتش مصدقه اللي بيحصل النهارده ده، اتجوز وابقى عروسه؟ ايه الحلاوه دي؟ والنبي ما في احلى منك في الدنيا. ايه دي؟ خفتي؟ ايه دي مطلعها ليه؟ ما هو لازم. يا دهوتي ربنا يخليك ليا يا عجو، وربنا يسترك. ربنا يخليك ليا يا دوحة. هروح انا بقى عشان اوريهم المنديل. هو لازم دلوقتي؟ انت عارفه بقى عوايد. طب ما تتاخرش. اتاخر؟ انا جاي هوا. بقول لك ما تتاخرش. فريره. طب يلا. خلفت 9 عيال توأم وخلفتهم طبيعي مش هتعب كده. بتهيألك. المهم سيبك بقى من البضاعه وبطنك والوجع وخلينا في الراجل اللي بيجيب العيال. مش فاهم يعني المره دي جايبه لك جوازه سقع هتبوسيني عليها. اه عشان يضربني ويمشيني من غير فلوس زي المره اللي فاتت. جرايه يا بت، انا مش مديالك قزمتين فوق حقك. جرايه انت زي القطط هتاكلي وتنكري ولا ايه؟ مش حكايه فلوس يا حاج، بس انا بجد اتبهدلت المره اللي فاتت. جرايه يا خوخه، مش مستريحه انا يا اختي للنغمه دي؟ انت بتتنططي عليا يا بت ولا ايه؟ لا يا روحي، ده انا توقه. انت عارفه يعني ايه توقه؟ انا كلمتي ما تتكسرش، فاهمه ولا ايه؟ مش كده يا خالتي، بس انا باخد كام يوم على ما ارتاح من تخزين البضاعه في بطني. خلاص يا روح خالتك، انا جايبه لك علاج يا حبيبتي، اول ما تاخديها هتبقي زي الفل، يومين ثلاثه مش هتحسي بحاجه. ها قلتي ايه؟ تحت امرك، من ايدك دي لايدك دي. ايوه كده، بنات ما تجيش الا بالسهل.